ابو بكر وعمر فوق راسه، واذا دخلوا الجنه حصل رطمهم، واذا دخلوا النار مش حصل، واذا ربنا مسحهم ما خلاهمش وجود يوم القيامه برضه انا ما يهمنيش. يبقى اذا انا لست مشغولا لا مع ابي بكر ولا مع عمر، لكن انا بحاول اوصلك الى انك انت تستوعب، لانك ربما هذا سينجيك. جابر بيقول ان النبي قال كتاب الله واهل بيتي تركت فيكم ما ان تمسكتم، واهل السنه يجمعون على صحه هذا الكلام، ويقول الحديث صحيح سواء كان حصل في عرفه او حصل في اللي هنتكلم عليه يوم 18 بعد ثلاث ايام يوم الاثنين 18 ذو الحجه. النبي الاجواء كلها مجهزه لعلي بن ابي طالب سواء من البدايه او من النهايه. النبي لما قال جمع، لما ربنا نزل وانذر عشيرتك الاقربين، والنبي جاب عيلته وقال لهم انا من يبايعني على هذا الامر على ان يكون خليفتي من بعدي ووصيي و و و و و، بيقول لك ما فيش حد رفع ايده من عيلته الا مين؟ الا علي. قال له انت خليفتي وانت وصيي من بعدي وانت الى اخره، حتى ان ابو لهب قال لابو طالب انظر امرك ان تسمع لابنك وتطيع. روايه علي، علي هو اللي بيشيل رايه النبي في كل الغزوات، علي اللي بيبدا القتال. علي اولا احنا كسنه عارفين قيمه علي قوي، يعني كشجاع ومقاتل وبارز، لكن دايما عندنا محل الاشكال ان لو علي عين عندنا رده فعل معناها ان انت بتسب ابو بكر وعمر. يعني هي دي القصه. قال لها يعني معقوله ابو بكر وعمر والصحابه لما بتاخد القضيه بالشكل ده عمرك ما هتفهم وعمرك ما هتستوعب وعمرك ما هتقبل. ليه؟ لانك انت شايف انت كونت ثقافتك ازاي؟ كونتها من خطب الجمعه غالبا او من الكتب، وكلها عماله تطبل وتزمر للصحابه الاجلاء. فالتكوين الصوره الذهنيه في ذهنك ما بيخلكش قادر ان انت تقول ممكن الصحابه يخالفوا النبي في امر زي ده، مع ان بتحصل. يعني النبي يوم غزوه يوم صلح الحديبيه لما عمل شروط ما عجبتش الصحابه ورجعوا من نص الطريق من الحديبيه، كان رد الفعل ايه؟ النبي قال لهم انحروا الهدى، بيقول لك ما فيش حد نحر الهدى، النبي قال هلك المسلمون. يعني قضيه فارغه، قضيه ايه؟ يعني انحر الهدى يا ابني انت اهو، ما فيش حد عايز ينحر. لا، ام سلمه قالت له رسول الله انحر انت يمكن لما يشوفوك ايه؟ يلا اعملوا زي يعني. بس ايه؟ النبي هو بيدي امر والناس ما تسمعش، الدنيا مش كبيره يعني. طيب روح حته ثانيه، النبي الانصار اللي هم عمود الدين الاسلامي اللي هم نصروا النبي وسندوه وهم اللي عملوا الدوله الاسلاميه، الانصار كل كان بعد كل غزوه يبقى فيها شويه فلوس يعملوا اشكال، النبي ما وزعش عليهم فلوس، والنبي يضطر يعمل محاضرات ويطيب خاطرهم. يا عم انتوا صحابه اجلاء وانتوا بتضحوا بكل حاجه. طبعا بقى اللي موجود عندنا بقى احنا كمسلمين سنه، الصحابة ضحوا. كان الراجل يبقى عنده زوجتين يقول له أطلع لك واحدة وخدها، التاني يقول له ده أنا هاخد فلوسك ومش عارف إيه. الصورة دي اللي في ذهنك بتخليك مش قادر تستوعب إن من الممكن إن النبي يكون عين علي والصحابة إيه خزلوا عليه. لا يا سيدي، الكلام اللي أنت الالتقاطات اللي أنت بتاخدها دي هي اللي مبوظة لك مخك. الثقافة اللي هي زرعت فيك واعطتك ايحاءات وايماءات كبيره هي ليست الحقيقه، لان القران نفسه. طب ادي انا شيخ بثلاثه سنين، انتوا كم نفر قاعدين قدام؟ افرض يعني جات واحد بيطبل بره وبيوزع 100 دولار على كل واحد يطلع، فسمعت انتوا الطبيب 100 دولار اللي يطلع، رحتوا انتوا قلتوا والله يا شيخ بركه ده 100 دولار يكفينا يومين هنا في نيويورك، رحت طالع كل واحد سابه وطلع خد ال 100 دولار. خد بالك، تبقى انتوا قلات الادب ولا مش قلات الادب ونص؟ وقلات الادب ما عندكمش دين اصلا. وانا شيخ بثلاثه ساغ، سيب بقى السيله وشيل الشيخ ابو طارق بثلاثه ساغ ده وحط النبي مكانه. يقوم النبي بيخطب يقوم ما سمعوش 100 دولار، يمكن 100 دولار يعني شويه محرزه، ده سمعوا تجاره وصلت يعني بيع وشراء يعني.
خابوا بعضهم وسابوا النبي ما بقاش معاه في الجامع. رواية 4 تنفار، رواية 10 تنفار، رواية 40. طب المدينة هيصلي فيها كام؟ هي كان مساحة سكان عندي 5000، هيكون يصلي ورا النبي كام واحد يعني؟ مش هيقل عن الناس 500، مش كده؟ ال 500 هنقول في الرواية اللي هي امدع ايدك يعني، يعني روح ايه خليك مجامل قوي، 40 يعني بيجي في الجامع 10%. تخيل، تخيل الصحابه اللي كلهم عدول بقي في الجامع 10%. طيب واللي باقيين طلعوا عشان التجاره، وربنا بقى مش هتقول لي حديث بقى ضعيف وقوي واصل تجيب الايه اللي تعجبك والحديث اللي يعجبك واللي مش يعجبك تسيبه، لا ده ربنا بيقول كلام واضح، واذا راوا تجاره او لهوا يعني اسوء تجاره، يعني ايه بيزنس مش 100 دولار توزيع ببلاش، يعني هتدفع فلوس وتاخد، لا يقول لك لحد يسبقنا ياخد البيزنس. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمه، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. اذا انا بحاول اقول لك ان الصوره اللي في ذهنك هي اللي عامله لك الاشكال. لما تستحضر انت كل الكلام ده وتعرف ان الصحابه زيهم زي الناس العاديين عندهم نفس المشاكل اللي عندنا، اللي هو حب السلطة وحب الزعامة وحب المال، كل ده موجود. صار واحد فيهم يتغلب عن النقطة دي لحساب نقطة تانية، كل ده موجود. لما يجي بقى ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى هو دارسهم وعاجبهم وخبزهم وعارف على طول الخط، النبي نبههم بعد غزوة بني النضير يا أنصار مفيش داعي للفلوس، ونزل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، عشان يبقى المال مش رايح بين الأغنياء، لأن النبي وزع مال الفيء أصلا ما حصلش اشتباك، الغنيمة اللي بعد اشتباك والفيء اللي بدون اشتباك، فالنبي وزع على الأنصار بلدهم ومرتاحين، فأخذ الفلوس وزعها على المهاجرين أغلبها. الأنصار أنت كلام يعني، نزل القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كانت بتتكلم على توزيع الفلوس. واتقوا الله إن الله شديد العقاب.